الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية بشكل كبير لتسجل 188 مليون دولار. وذكر البنك المركزي أن ما زاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي شهد انخفاضا في مبيعاته لتصل إلى أكثر من 188 مليون دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وذهبت المشتريات التي فاقت قيمتها 171 مليون دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات. أعلن وزير النفط حسان عبد الجبار عن خطة لاستثمار الغاز الطبيعي لرفع الانتاج إلى 4 مليارات قدم مكعب في العام 2025. وقال عبد الجبار إن شركة النفط الوطنية تعمل على تسريع وتيرة الخطط الاستكشافية في البلاد، خصوصا في حقل الغاز الطبيعي غربي العراق، مؤكدا أن حاجة البلاد لتعديل مصادر الدخل ورفع الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي. وبيّن أن شركة غاز البصرة أطلقت مشروعها ب3 مليارات دولار لإضافة طاقة تصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي. وأضاف أن المشاريع الأخرى في شمال شرق العراق تستهدف الوصول إلى 4 مليارات قدم مكعب خلال عام 2025. توقع وزير النفط الحالي حسان عبد الجبار ارتفاع الطلب على النفط بسبب أزمة إمدادات الغاز الطبيعي التي تجبر المستهلكين على البحث عن أنواع بديلة من الوقود. وأشار الوزير في مقابلة مع وكالة بلومبرج إلى أن العراق مستعد لضخ المزيد من الخام إذا كانت الزيادة في الاستهلاك تستدعي ذلك. هذا وارتفعت أسعار النفط هذا العام حوالي 45% مع تعافي الاقتصادات الكبرى تدريجيا من جائحة فيروس كورونا وبسبب نقص إمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. هذا وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وفي كردستان العراق. وأوضحت مصادر أن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147,300 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147,500 دينار لكل 100 دولار، والشراء بواقع 147,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. يستمر إغلاق المواني البحرية وطرق حيوية في شرق السودان الذي يمتلك المنفذ البحري الأوحد والذي تتم عبره كل عمليات الاستيراد والتصدير. وتواصل كيانات قبلية محلية الإغلاق من أجل تكثيف ضغوطها على الحكومة المركزية لتلبية مطالب سياسية وأخرى متعلقة بتحسين أجور عمال الموانئ وسط ترقب لتحرك حكومي حاسم ينهي هذه الأزمة. وقال مدير هيئة الموانئ البحرية المكلف عصام الدين حسابه إن فاقد الإيراد اليومي لإغلاق الموانئ يبلغ 250 ألف يورو تقريبا. قال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إن مجلس الفيدرالي سينشر قريبا بحثا بشأن تكاليف وفوائد عملة رقمية للبنك المركزي. وأكد باول عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي العمل على تقييم إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، مضيفا أن القرار النهائي سيعتمد على إذا ما كانت هناك فوائد واضحة وملموسة تفوق أي مخاطر. وتقفز أكبر البنوك المركزية في العالم على عربة إصدار النقد الرقمي في محاولة لدرء التهديدات الناشئة من العملات المشفرة ولجعل أنظمة الدفع أكثر سلاسة. ختام الموجز، إلى اللقاء.